السيدات والسادة، مساء الخير. نتحدث اليوم عن التاريخ عندما يعرض على الشاشة، عن الدراما عندما تتناول شخصيات وأبطال صنعت تاريخ الأمم وأثرت في شعوبها. نتذكر أعمالاً عظيمة حفرت في ذاكرة الأجيال لعبد الرحمن الشرقاوي، أمين الصاوي، نجيب سرور، محفوظ عبد الرحمن، محمد السيد عيد، صالح مرسي، وحيد حامد، يسري الجندي وغيرهم من كبار المبدعين الذين تركوا بصماتهم في تاريخ الدراما المصرية. في حديثنا من مصر اليوم نسأل: كيف تتناول الدراما التاريخ؟ ما هي حدود الكاتب في التعامل مع الحقائق التاريخية؟ ما هي الخطوط الفاصلة بين أمانة المؤرخ ورؤية الكاتب؟ أسئلة عديدة تلح علينا دائما في كل مرة تقدم لنا الدراما حقبة أو شخصية من صفحات التاريخ. اليوم نستضيف واحدا من أعلام الكتابة التاريخية، مؤلف وسيناريست كبير ارتبط اسمه بأهم المسلسلات التاريخية التي تناولت رموزا غيرت حياتنا وصنعت تاريخا جديدا لبلدنا، مثل علي مبارك، قاسم أمين، علي مشرفة وغيرهم من أساطير العلم والتعليم والاقتصاد. عن التاريخ على الشاشة، عن الفن والوطن وثقافة الانتماء، حديث جديد من مصر. أهلا بكم.